كبير أو حاجة، دي بدأت تنزف. ازيك يا صديقتي؟ غبية جدا، كانت صغيرة، دي طفلة صغيرة، دي طفلة غريبة جدا، معاها سكينة كبيرة. هاي ساعدني. لا حشد تاني، لازم ما نكونش هنا لما يوصلوا، لازم نوصل للسطح وبعدها نشاور لوحده من الطيارات. محتاجين مساعدة، هي مصابة. ايه اللي حصل لها؟ لا هي مش ايا كان اللي حصل برا، هي اتضربت بسكينة. مش هركب حد تاني. تمام، اسمع يا أوبراين، لو هي ما راحتش للمستشفى اعرف انها مفيش مستشفيات تانية. فعلا مفيش مستشفى تانية، اكيد في دكاترة، حجر صحي، وحدة الجيش. بص انا لسه طالب، انا متطوع هنا ومش مفروض اكون برا اصلا. أوبراين ماشي، بص انا عندي مكان اتنين بس، اتنين. يعني ايه مفيش غير مكانين لينا بس؟ كده حمولة زيادة، فاهمين؟ اتنين بس، اتنين. طيب ماشي، ساعدني. يلا يلا يا حبيبتي، كله تمام، تبقي كويسة. انا هرجع على طول. تمام بوزر، يلا بينا، لازم نركب دي، لازم نركب الطيارة دي. انا سمعته، في مكانين بس في الطيارة، يلا امشي معاها، هبقى كويس. عدى على ظروف اسوأ من دي، صح؟ ايوه لازم. رايح فين؟ ايه؟ فين؟ فين؟ معسكر اللاجئين غرب تري فينجر جاك. لا بوزر عمره ما هيعرف ينجو من غيري. أكيد مش بعيد. استنى، وقف الموتوسيكل. إيه دي عايشة؟ ألفريز، ألفريز، إيه فين ليون؟ ألفريز حصل إيه هنا؟ قصدي مين عمل كده؟ الممزقين؟ ليون عمل ده؟
معقول، مش ممكن يكون عنده كتير. شوية مسوخ، يمكن كنت غلط في انه اتفق مع كوبلند. لا، ليون كان بيشتغل مع كوبلند من فترة واخيرا وصلنا له. هاي استنى استنى استنى. زفت. طيب خلينا اشوف. استنى استنى، هنا الطريق من هنا. الأثر حديثة. طيب ازاي اتعلمت تتعقب الروس؟ كنت متعود أصاد الزبيان مع أبويا وأنا صغير، عشان كده بعرف أتتبع الأثر. يلا انزل. يلا بخير يا صاحبي. ايوه، جرح بسيط، الاهبل ما بيعرفش ينشن. السيف للحقير. انا كويس يا بوزر. اكيد هو نزل تحت عند الشلال. نزف دم كتير، ما بعدش. يلا بينا. فتشوا. بتنزف طريقة وحشة للموت، بطيئة وبتوجع، بس انت متعود على كانت كده. كانت بتتنفس لما لقيناها يا قاذر. ما كنتش هضرب نار وضيع رصاص عليها. استنى بس، استنى لحظة. قول لي البضاعة فين ليون؟ لو قلت لنا انا بوعدك ان انا هقتلك بسرعة جدا. شكلك مش هتتبهدل كتير ليون. في مشكلة صغيرة هنا زي ما انت شايف، يقدروا يشموا ريحة دمك ويوصلوا لك بسهولة. تفتكر الإحساس ده عامل إزاي؟ تتقطع وتتاكل حي. غالبا هو هيكتشف. اولعه. هتوحشني يا ليون. لا استنى. طيب طيب، لا لا، هي معايا دلوقتي، خدها. هاي فين؟ في المقبرة. هي في المقبرة القديمة. شكرا. لا انت قلت اقتلني،
ما تسيبنيش كده أرجوك. يلا خلصني يا كذاب يا حقير، اقتلني. تاك هتحتاج شوية عملات. انت عملت الصح يا صاحبي، مش عايزين نسيب حد للمسوخ ولا حتى حقير زي ليون. استنى لحظة، هدور في المعسكر يمكن الاقي دواء للجرح ده. ممكن اعمل بيك حاجة؟ دلوقتي انا المفروض احطهم مع بعض كده، المفروض كله تمام. شكلي مش هقدر اخسر دراعي قريب. انا افتكرتنا ان احنا هنروح نصطاد وهناخد جوائز لتاكر. لو ما مطرتش جامد. لا يا عم، محتاجين شوية فلوس عشان نشتري بيها تموين. ايوه طيب، مش عايز اقضي الليلة كلها برا. خبر، لازم ارجع لفورمتي. هشوف لو في حاجة نقدر ناخدها من الموتوسيكل ده. لا مش ممكن، الحيوان دي ترومبة البنزين اللي لو انت عملتها على ترومبة البنزين ليون. ايوه ضرب النار على الترومبة. في حاجة ممكن ناخدها من الموتوسيكل؟ لا مش نافعة. بص يلا نرجع لجبل أوليري، هنتحرك الصبح ندور على قطع غيار ونرجع لموتوسيكلك. لا أنا عندي فكرة أحسن، ليه ما نعملش ده وإحنا هنا؟ إيه؟ طيب كريزي ويلي مش بعيد عن هنا، يلا نروح بقى. بتفكر في إيه؟ احنا كنا هنروح نصطاد بالليل عامة. كريزي ويلي حلوة زي باقي الأماكن. تمام ماشي. هاي ليون ادلك ايه؟ خريطة مختلفة. أول ما اجيب الموتوسيكل بتاعي هنروح للمقبرة نبص عليها. تمام. تمام، بكرة هناخد الأدوية نديها لتاكر وناخد جايزة ليون، وبعد كده هنروح للشمال. وانت فاكر ان القرف هنا هيفرق عن الشمال؟ مش مهم، لو مشينا من هنا هيكون احسن لينا. استنى، في حاجة سد الطريق. خلي بالك، أنا شفت الفخ ده من يومين، مجموعة من الممزقين سدوا الطريق بعربية قديمة. حركها معايا. تعد؟ أيوة. يلا. Ah!
قربنا من نقطة تفتيش نيرو القديمة. قربنا. هتعمل ده ازاي؟ اديني بندقيتك انا الاول. من الواضح ان نقطة التفتيش دي متأمنة كويس. فادتهم جدا فعلا. انا بصراحة احسن لتفن جنب الروان. ايوه قرف. بص لهم كده تحس انهم مجموعه كبيره من الاغبياء. كانوا بيفكروا في ايه؟ اهلا يا فندم، ممكن نقعد هنا شويه ونستنى لحد ما يجي الحشد عشان يموتنا؟ الحبس في حفره قذره زي دي فكره وحشه جدا. شامم؟ ايه ده؟ اهو يلا يلا نمشي. استنى ثانية واحدة، باقي معاك مولوتوف قد ايه؟ هنولعها واحنا راجعين. سيبها. انسى ان انا سيبها. يا مجرم، نفسك تلاقي حد جوه. مش هتاخد موتوسيكلك هناك. جرب نفق الخدمات ده، شوف لو تعرف توصلنا للجنب التاني. تمام.
خلي النور اللي قدام في الاتجاه ده. ايوه جايزة تانية. هايل. زفت. انا ما خططتش للقرف ده. تمام كده. دي القرف مسوخ تانية. عش تاني. ايوه انا شامم. انت عندك مولوتوف قد ايه؟ انت لسه مستخدم اخر واحد. عندك اي حاجه نعملها تاني؟ ايوه ده هيخلص في ثواني. ده هيجيب نتيجه. يلا اركب. ايوه ماشي. لحظة واحدة. كنت بفكر في اللي انت قلته اننا نروح الشمال. انا بس بقولك انك لازم تبعد عن هنا شوية عشان تهدى. فهمني الصبح خلونا ناخد شوية جوائز ونبدأ الرحلة. ايوه يا صاحبي هو ده الكلام.
عايز تشوف مسوخ. زفت. قابل يا صاحبي. عارف انها فكرة غبية. انت بس هتدخل وتحاول تبعد اكبر عدد منهم، وانا بقى هدخل من ورا تحت التلة دي والاقي الجراج. قرف. طيب اديني بس شوية وقت اشوف الحاجة اللي انا محتاجها وبعدين نمشي من هنا بعد ما اقتل شوية همك. طبعا انا متأكد انك نفسك تموت. زي ما قلت لك مش النهاردة. تعالوني يا شوية سفلة. قربوا، ده حقيقي. أنا هو يا شوية همك، أنا هنا قدامكم. مروغين ملعين. يلا اخرجوا من هنا يا مؤرفين.
Thank you.
فاضي اصلا.
في مكنة بنزين هنا. بوزر انت فين؟ لقيت الجزء وهتحرك للطريق السريع. ديك ملصقين ملصقين. لا 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 قرف. ملصقين. بوزر بوزمان زفت. انت ماسك يا بوزر جايلك. زفت ملصقين. سامحهم الرسوم دي رموز ميتة لإنسان ميت، رموز ميتة للضياع. ابعدوا عني يا شوية سفلة. سواق الموتوسيكل لازم تتواضع يا رحال عشان انت تايه واحنا المهتدين. احنا هنوريك. ارتقي. ممسقين سفلة. من هنا السفلة. ابعدوا عنه يا سفلة. يلا انا هرجع. احميني. انا شايفك. الجوزة من همك اقتلهم كله. واحد واحد. يلا مش ممكن. اوه لا استنى ساعدك. انا لا 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 هساعدك. يلا قوم. الممثقين لو خلاص نمشي. شكلهم كانهم كانوا مستنيني فاهم. انا ما شفتهمش. وبعدين هجموني. طيب دراعي ما تبصلوش. دراعي ماله بجد ما تبصلوش. اوعى تبص له. يلا اركب. امشي يا اخويا. زفت. كنت بحسب مش هننجح. هي ليه ما تستناش برا واتأكد انا من المكان؟ مش مهم. في حد مستنيني. طيب زي ما سبنا تقريبا. ايه هو احنا معانا حاجة تتسرق؟ هحاول ان اخف من ده. كويس اوي. اروح انا اجيب موتوسيكلي وادور على حاجة لدراعك. انت هتبقى كويس. ايوه ماشي. ايوه انا هروح لنقطة تفتيش نيرو. اكيد هناك هلاقي عندهم معقم. استنى ما تسيبش موتوسيكلي هناك. لا 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 انا هروح ماشي وهو الوقت لسه بدري. بقولك انا معايا ذخيرة لو محتاج فالجزامة عند الباب. شكرا. استنى ما تاخدش بندقيتي. بوزر طيب اتفضل. شكرا يا صاحبي. انا بس مش بطمن من غيرها.